حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو فيديو ماذا يوجد في الصندوق العجيب. البارح وصلني هذا الصندوق واكيد فتحته، لكن حبيت نشارككم ماذا يوجد في داخله. يلا معايا لنشاهد ماذا يوجد في هذا الصندوق العجيب. يلا بسم الله. هو شكله هكذا من الداخل، في صندوق اخر على هذا الشكل. ويلا نشوفوا ماذا يوجد في الصندوق الصغير. بسم الله. ترا هو دير على اليوتيوب، هدية اليوتيوب بمناسبة وصولنا الفوق 100,000 مشترك. وكما تلاحظون هنا مكتوب عليها وصفات زينة اسم قناتي مكتوب بالفرنسي طبعا، كنت أتمنى لو تكتب بالعربي ولكن ليس هناك اختيار أن تكتب بالعربية لأنها من طرف يوتيوب طبعا. وهناك مكتوبة تهنئة بوصولنا ما فوق 100,000 مشترك. أنا كثير فرحانة وحبيت نشارككم بهذه الفرحة، والحمد لله هذا فضل من عند الله أولا ومحبتكم لي ثانيا. أحب أشكركم على كل كلمة جميلة قلتوها في حقي، على كل تشجيعاتكم، على كل تعليق حطيتوه تحت الفيديوهات. أشكركم كثير 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 وبحبكم كثير كثير كثير، والله يعني أعجز عن الكلام وأعجز عن الشكر. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقدرني وأكون دائما عند حسن ظنكم. قبل أن أنهي الفيديو حبيت فقط نقول لكم خبر عن المسابقة، أنه سوف يكون هذا آخر يوم، فاللي ما شاركت في المسابقة عندها حدود لغاية 12 ليلا. كذلك سوف أعلن عن الفائزات، سوف تكون هناك فائزتين إما يوم السبت أو الأحد بإذن الله. كان هذا فيديو اليوم، بشكركم كثير 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 على المتابعة، وما تنسوش تشتركوا بقناتي بالضغط على زر سبسكرايب اللي هو مربع بالأحمر، يضغط عليه لايك للفيديو، شير للأصحاب والأقارب، كذلك انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك وتويتر والإنستغرام بعنوان وصفات زينة، الروابط كلها سوف تجدونها تحت هذا الفيديو. وأضرب لكم ميعاد بفيديو آخر قادم بحول الله. إلى اللقاء.